إضراب هذا يأتي في إطار المطالبة بتطبيق الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، والقاضي بتمكين عمال هذا القطاع من زيادات في أجور على غرار كل القطاعات لسنة 2014 من مايو 2014. بقينا ناضلوا، والإضراب هذا يأتي في هذا الإطار لتمكين الناس من حقها القانوني والشرعي. مشكل متعلق باتحاد الصناعة والتجارة، معناها باتحاد الصناعة والتجارة اللي ما رفض تطبيق هذا الاتفاق، أرغب أمضاءه عليه من طرف بوشماوي، لأنه معناها للحد هذا التاريخ ثم تقدم نسبي لمحالة في المفاوضات في هذا الأمر، ولكن مازلنا ما توصلناش إلى حل نهائي، ونحن سنواصل النضال أجل الإضراب يوم 5 و6 و7، وفي صورة عدم معناها الحصول إلى نتائج سننفذ إضرابنا وسنحمل مسؤولية الإضراب إلى اتحاد الصناعة والتجارة، سواء كان بالتوقيف في محطات البنزين ولا غيرها، ما عليه أنه يتحمل مسؤوليته ويعطي زيادة القدم نتاعو، وهي زيادة قانونية. محطات عجيل هما تابعين شركة وطنية، هي الشركة الوطنية لتوزيع البترول. دونك الجريف هذه تخص المزودين والناقلين للبضاعة اللي هما خواص. احنا في الشركة بتاعنا دونك الكمين نتاعنا واللي يسوقوا فيهم معناها هما دي سالاري معناها نتاع الشركة، فمن يخلصوا عن طريق الشركة. دونك احنا ماناش كونسيرني بالوضعيه هذه. الحركه كبيره برشا، معناها الاقبال باك تعرف الاخبار كي خرج الناس كل جهه تجري، معناها انا شخصيا امبارح معناتها ملي خرج الخبر حكايه الخمسه هكاك حطيت ما ساعتين ونص، وما ساعتين ونص تعليل معناها تلزينا احنا باش نوقفوا شويه باش لو طون اللي تعاود، خاطر تعرف العباد تستنى بالصف يطويل تشنج الاعصاب وتولي مشاكل وكل شيء. دونك تلزينا باش سكرنا شويه، عاودنا رجعنا النظام والسيركولاسيون في وسط المحطة وكملنا الصباح، ما تخفت في الليل بالكدا، ما رجعت الصباح بكري وتوا هاي الحمد لله خفت، معناها العباد كل يظل عباد سوفي زمان أمور أمريكا، والسلعة موجودة وأنا نتبعوا فيها، وحتى كان نقصت باش نعديه والكمين قاعدة تجي والحمد لله معناها أمريكا للأمور. البارح في حي ابن خلدون غديك في الكسك نتاع الشيل ضربنا ساعة ونص وما عبيناش، في الآخر قال لك راهم ريبوم قاسوا وكاو ولا يفهم بنزينه وبارازار متعدي من هنا، لقيت الكيوسك يخدم تخل دونك الفول بروفيتي وكا. فما مشاكل مثلا كيما الطريق المرسى هذه انت ماشي البنزرت، فما سيركيلاسيون مسكر، علاش؟ على خاطر الصف نتاع البنزين هذه تاع الليسانس، فهمتي؟ هو المرقاو يعني قرفوا كان وقت العيد. احنا شركه نورمالمون مشاكل اللي لقينا من البارح ديجا شوفرة بيتين حتى نص الليل في الكيوز بور فير لا فيل، وبعد قصوا عليه، واليوم الصباح انا ربخي 6 نتاع الصباح باش الكراهب مو تجم تسيركولي، احنا نوزعوا في الادويه ما عندهمش هما ريبتوره، ما عندهم مشكله العبيد اللي الله غالب ربي يكون في عوننا. ما فماش ليسونس في الستاسيون محسوب من الصباح بكري خفيه، معناها من عندنا نحن وفيها من الصباح بكري. اي تو هاي تجي الكراب هاك تشوفوا الكراب تجي تيقف فماش يمشي على روحه، تجي تيقف فماش يمشي على روحه، فهمت؟ هكا حاله باهيه ياسر. صافي بارتي من بقيه اللي صاير في البلاد وما بقيه هذاك الفوضى اخي هذاك اش تعطي؟ ان شاء الله يكون الطرف المقابل المره الجايه يجينا بحل ايجابي، احنا نظرا للوضع وعيد وتوانسه خيانا الناس كلها تروح، وتعرف احنا بريسك اكثر من 40% من تونس العاصمه الناس تنقل داخل جهات وتروح وتعايد مع اهاليها، فمتدخل من الامين العام والاخ والسيد وزير الشؤون الاجتماعيه بتاجيل الاضراب، وهذا شعور بنا بالمسؤوليه وقبلنا هذا برغم اللي ما خذينا حتى شيء، رغم اللي هما الطرف المقابل اخذاه واستفاد من الاضراب هذايا رجال الاعمال، يعني هما البارح في الاضراب نتاع البارح هما اللي استفادوا، يعني كانت نسبة الدعم بها من وزارة الصناعة هي 5%، خذوه هما 7%، الخدام شنو خذ البارح؟ ما خذ حتى شيء. ثم حاجة للإعلام باش تعرفوه، 2011 خذينا زيادتنا بأرقة إضراب، كان كيفنا كي توقيف العمل، 2012 وبقينا نستنى، عملنا إضراب في فيفري 2014 باش تم تفعيل الزيادة، زيادة 2014، هنا اليوم توا احنا في بريسك في سبتمبر 2015، ويومنا هذا ما خذيناش الزيادة نتاع 2014.